بين الجزائر وفرنسا وبين الشعب وشعب، وتكلمت في المرحلة الأولى، شعب الجزائري ما عندوش حق في الماضي هو للتاريخ، لكن احنا نؤمن بالتعاون الصادق والمخلص بين البلدين، لأن إذا كان ذكر يعني الماضي كل الشعوب خاضت حرب ضد بعضها، وفرنسا وألمانيا اللي في علاقات طيبة، كيف ما تكونش بين الجزائر وفرنسا؟ يعني هذا الماضي على كل حال هو يبقى للتاريخ، لكن أملنا هو أن نخطى خطوات مع بعض ونفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين ولفائدة الشعبين ولفائدة